يا دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما في احسن حال. طيب يا ترى الكام يوم اللي جايين بقى ان شاء الله درجات الحراره متوقع تصل الى كام درجه، والوضع بشكل عام هيكون عامل ازاي؟ يمكن احنا بالفعل بدانا نشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره فترات النهار، يمكن ملحوظه اكثر فترات الليل المتاخره والصباح الباكر الصغرى على القاهرة الكبرى، بتوصل ل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل. خلال فترات النهار بتروح ما بين 19 وال 20 درجة مئوية. احنا على مدار هذا الأسبوع هيستمر انخفاض درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل، العظمى فترة النهار هتكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، خلال فترات الليل هتتراوح ما بين ال 12 وال 13 درجة مئوية. يعني احنا هنحس بالطقس اللطيف الشتوي خلال فترة النهار، لكن فترات الليل المتاخره تحديدا والصباح الباكر مع غياب اشعه الشمس هنحس بالبروده والاجواء البارده على اغلب انحاء الجمهوريه. ده بالنسبه لطبعا درجات الحراره، لان ما زالت مصادر الكتل الهوائيه قادمه من جنوب اوروبا. بالاضافه كمان ان احنا بنتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع فرص سقوط الامطار، شفناها اليومين اللي فاتوا على مناطق متفرقه من شمال البلاد. متوقع ان فرص الامطار تكمل معانا اليوم، كميات الامطار تعتبر اليوم في ذروه حاله التقلبات الجويه، لان كميات الامطار اليوم بتكون متوسطه ورعديه، وكمان قد تغدر احيانا في بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري. يمكن الامطار الان مستمره على الاسكندريه والبحيره وبعض المناطق من كفر الشيخ ودمياط ورفح والعريش. لكن اللي حضرتك بتتكلمي عليه لا يشمل القاهره اعتقد، مش كده برضو؟ الامطار المتوسطه الغزيره في السواحل والرعديه والحاجات دي مش في القاهره بتهيألي. لا مش في القاهره، القاهره هتبقى ايضا اليوم فيها فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، قد تكون متوسطه في بعض الاماكن خفيفه في بعض الاماكن. القاهره ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس، وقد تصل كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد ده اليوم ان شاء الله. غدا كميات الامطار هتبقى اقل من اللي احنا هنشهدها اليوم، كميات الامطار فقط هتكون متوسطه في السواحل الشماليه، خفيفه في المناطق الداخليه، وممكن تبقى خفيفه على بعض المناطق من القاهره الكبرى. مع يوم الثلاث فرص الامطار هتبدا تتلاشى تماما، هتبدا تنحصر فقط في السواحل الشماليه الشرقيه، وتعود تاني الظاهره الجويه المؤثره هو تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره دي هتكمل معانا ان شاء الله لنهايه. تمام. على ذكر الظواهر الجويه خليني اسال حضرتك برضه السؤال ده، كنا يعني سالته لك من فتره بس وماله ما يخسرش لا بسال حضرتك عليه مره تانية. فكره التغيرات المناخيه اللي بقت ملموسه جدا في الكام سنه اللي فاتوا، وفكره تغير المناخ واللي نتج عنه من سيول وفيضانات وجفاف انهار وانهيارات ثلجيه جليديه الى اخره، هل من المتوقع ان احنا نشهد حتى في عالمنا العربي بشكل عام، مش بس كلامي مختصر على مصر، اي ظاهره استثنائيه ممكن نتعرض لها الشتويه دي نتيجه تغير المناخ؟ استثنائيه يعني ما شفناهاش قبل كده؟ لا شفناها قبل كده، بس هتبقى بعنف اكتر من اللي احنا شفناه قبل كده. يعني احنا مثلا معتادين على مثلا موجات التبريد اللي بتبقى درجات الحراره تنخفض فيها 8 درجات، بتبقى يوم اتنين بالكتير. لا لكن وارد جدا يحصل تبريد مدته تفاصيله جدا فنحس بالبروده القارصه، وارد ان كميات الامطار تبقى بصوره اكبر من اللي شاهدناها قبل كده، تساقط الثلوج وحبات البرد في اماكن كثيره تغطي محافظات كثيره، ده وارد ان احنا نشوفه. يعني الاستثناء هيكون بعنف الظاهره الجويه، مش ان الظاهره الجويه ما شفناهاش قبل. تمام. ربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله دكتوره منار، وبشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر نورتينا وافدتينا كالعاده، شكرا جزيلا.